مصر تواصل جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 33,600 شهيد وأكثر من 76,000 مصاب. في ظل تهديد إيران بضرب إسرائيل، البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن تراقب الوضع انكثب وأنها ستقف بجانب إسرائيل. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تواصل الدولة جهودها لدعم الأشقاء في قطاع غزة وضمان استمرارية تدفق المساعدات وسط إشادات دولية بالجهود المصرية في هذا الإطار. هذا ولم تتوانى الدولة بقيادة الرئيس السيسي في بذل كافة الجهود والمساعي الدبلوماسية من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين والتوصل لوقف إطلاق النار، وذلك فضلا عن التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحى. استقبل مطار العريش الدولي طائرات مساعدات من روسيا لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة. صرح مصدر مسؤول بمطار العريش بأن طائرة تحمل على متنها 30 طنا من المواد الغذائية وهي مقدمة من الحكومة الروسية لصالح قطاع غزة. وفي سياق متصل، دخل عبر ميناء رفح البري اليوم 35 مصابا و32 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات مصر. وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأنه يوجد في منفذ رفح 375 من حملة الإقامات و50 يحملون جوازات سفر مصرية. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل يطلعنا عليها من العريش الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن مجهودات كبيرة في ثالث أيام عيد الفطر، برغم أنه إجازة رسمية إلا أن المعبر يعمل على قدم وساق لاستقبال هذه الشاحنات وإدخالها إلى الناحية الأخرى للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن الأرقام حتى الآن، حتى هذه اللحظة بينما نحن نتحدث الآن، وهي قابلة للازدياد في أي لحظة لحركة عبور الشاحنات. نتحدث عن معبر رفح دخل من خلاله 50
شاحنة دخلوا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية، بالإضافة ل يعني عدد آخر من الشاحنات دخل عبر بوابة معبر كرم أبو سالم، وهو 77 شاحنة دخلوا بالفعل، يصل إجمالي الشاحنات حتى الآن إلى 127 شاحنة وهي قابلة للازدياد. بالإضافة لذلك أيضا واحدة من أهم الشاحنات هي شاحنات الغاز والمواد البترولية، دخل بالفعل 4 شاحنات إلى الناحية الأخرى من قطاع غزة. هذه هي أهم الإحصاءات الخاصة بالشاحنات، ولكن أيضا بالإضافة لذلك الحديث عن استقبال المصابين والأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج هنا في المستشفيات المصرية المختلفة من العريش وبئر العبد وغيرها من المستشفيات في المحافظات الأخرى التي حددتها يعني وزارة الصحة. نتحدث عن 22 مصابا حتى هذه اللحظة، وهذه الأرقام دائما قابلة للازدياد، حيث أن التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحد أدنى 300 شاحنة يوميا لقطاع غزة، وهذا ما حدث خلال الأيام السابقة حيث كانت الأرقام تتراوح ما بين 350 و370 و380، وفي بعض الأحيان كانت قد ممكن تصل إلى 400 شاحنة، والاحتياج اليومي لقطاع غزة هو ما يقرب من 500 شاحنة، هذا قبل الحرب، من مواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها من المواد البترولية وغيرها من المواد الإعاشية بشكل عام. ربما هذا أيضا لا يمنع استمرار استقبال مطار العريش الدولي للطائرات لتوزيع هذه المساعدات عن طريق الهلال الأحمر المصري وصولا إلى الأشقاء في قطاع غزة. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث ترحيب الأمم المتحدة بكل الجهود إلى زيادة كمية وأنواع المساعدات المقدمة إلى سكان قطاع غزة سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر. وأشار جريفيث إلى أنه لن يتم إدخال أي جهد لضمان وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين في كافة أنحاء قطاع غزة بما في ذلك المناطق الشمالية، لافتا إلى أن سلامة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين ستبقى ذات أهمية قصوى، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالية العملية للأمم المتحدة الإنسانية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول أولى شحنات التي تحمل مساعدات غذائية إلى قطاع غزة عبر نقطة عبور شمالية تم افتتاحها حديثا. ذكر جيش الاحتلال أن الشاحنات تم فحصها وذلك في معبر كرم أبو سالم قبل التحرك شمالا للعبور إلى القطاع. يأتي هذا الإجراء في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في القطاع. أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن قطاع غزة يحتاج بحسب تقديراته إلى 1000 شاحنة مساعدات بشكل يومي، وذلك بعد 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي والنقص الحاد في جميع المواد الغذائية والأساسية والطبية. وأضاف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات من خلال السماح بدخول عدد قليل من الشاحنات واستهدافها ومنع وصولها إلى المناطق الأكثر تضرراً في الشمال. وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قالت إن سكان قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا نتيجة للنقص الحاد في الغذاء والمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن المجاعة تحدث بالفعل في قطاع غزة. أوضاع قاسية ومعاناة لا تنتهي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة مع تواصل العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي. وفي أحدث تطور على ساحة الأزمة الإنسانية الأكبر التي يشهدها العالم، أبلغت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بأن المجاعة بدأت فعلا في مناطق شمال غزة بعد نحو 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي. باور أصبحت أول مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث علناً عن تفشي المجاعة في القطاع بعد أشهر من التحذيرات المتكررة من وكالات الغوث الأممية والخبراء العالميين حول تفاقم حالات التضور وعاً بين 2,200,000 فلسطيني يعيشون في غزة.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأمريكية بالتزامن مع دعوة مجلس الأمن الدولي إلى رفع جميع العوائق فورا أمام وصول المساعدات إلى غزة، حيث أعرب أعضاء المجلس في بيان عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة هناك. كما شدد أعضاء المجلس على استنكارهم وقلقهم العميق إزاء مقتل موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية على قطاع غزة مطلع أبريل الجاري، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن كل هذه الوفيات. وأكد الأعضاء ضرورة أن يكون التحقيق في جريمة قتل موظفي المطبخ المركزي العالمي شفافاً وشاملاً ومعلناً بشكل كامل. وتأتي كل تلك التطورات في وقت ينتظر فيه العالم ما ستسفر عنه مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 25 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة. يأتي ذلك فيما استهدفت مروحيات الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما فجر جيش الاحتلال عددا من المباني شمالي المخيم. في هذا السياق أصيب أيضا عدد من الفلسطينيين بجروح إثر قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات، وتمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال جثامين 13 شهيدا من منطقة البلد وحي الأمل بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كان يستقلها. يأتي ذلك فيما استشهد شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوبي طوباس. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المستمر على القطاع إلى 33,634 شهيداً و76,214 مصاباً منذ 7 أكتوبر من عام 2023. في بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين أسفرت عن وصول 89 شهيداً و120 مصاباً إلى المستشفيات خلال ساعات 24 الماضية. تتواصل الجهود الدولية التي تقودها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتواجه الجهود الدولة بتحديات متنوعة أبرزها تعنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يخلفه من مجازر وكوارث بحق المدنيين الفلسطينيين، يطمح العالم لتطورات جديدة بشأن مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. جهود حثيثة تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، لكن هذه الجهود تصطدم برفض إسرائيل بعض المطالب الرئيسية لحماس، ومنها وقف إطلاق
النار بشكل دائم، وانسحاب قوات الاحتلال من أنحاء القطاع، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم. التوصل إلى اتفاق مرهون بمدى رغبة الطرفين في التوصل له، وهو ما كان له صدى إيجابي من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والذي أكد أن استشهاد أبنائه وعدد من أحفاده في هجوم إسرائيلي ليس مقدما على مصلحة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق باستمرار المفاوضات مع إسرائيل. على الجانب الآخر، ورغم التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تدعي أن حماس هي من يحبط التوصل إلى اتفاق، انتشر كالنار في الهشيم تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية منسوبة إلى أعضاء بوفد التفاوض الإسرائيلية تؤكد إعاقة نتنياهو صفقة التبادل، مؤكدين أن المفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر لفترة طويلة. وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن أعضاء الوفد التفاوضي أيضا أنه كان بالإمكان التوصل لصفقة قبل شهرين، إلى أن تدخل نتنياهو يعرقل التفاوض في ظل تجاوزه رؤساء وفد التفاوض ومجلس الحرب الإسرائيلية. الانتقادات اللاذعة لنتنياهو تجاوزت المسؤولين الحاليين إلى السابقين، ومن بينهم رئيس الشباك السابق نداف أرجمان، والذي اتهم نتنياهو بأنه ليس مؤهلاً لقيادة إسرائيل، فيما هجم يائير جولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل عالقة في قطاع غزة دون تحقيق أهداف استراتيجية أو خطة للخروج من القطاع. أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هناك مؤشرات واضحة في أوروبا على استعداد دول القارة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. يأتي ذلك فيما التقى سانشيز في وقت سابق مع نظيره النرويجي يوناسغار سترو في أوسلو، وذلك في إطار حملة دبلوماسية إسبانية لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين. من جانبه أعرب رئيس الوزراء النرويجي عن استعداد بلاده لاتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين واعتزام أوسلو تحديد التوقيت لاتخاذ هذا القرار. إلى ذلك شددت وزيرة خارجية بلجيكا على أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون جزءا من مسار سياسي شامل، مشيرة إلى أن مخاطر توسع النزاع في الشرق الأوسط باتت أكثر من أي وقت مضى. أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تعلق على تقارير بشأن هجوم إيراني وشيك على إسرائيل. أعلن البيت الأبيض أنه سيتعين على واشنطن أن تنظر في وضع قواتها بعد التهديد الإيراني، مشيرا إلى أن التهديد الإيراني المحتمل لا يزال قائما وحقيقيا. كما أضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستحمي شعبها ومنشآتها وأنها تراقب الوضع عن كثب. لغة الوعيد تشعل فتيل التوتر في المنطقة، ولا سيما وأن سيناريوهات الثأر الإيراني من إسرائيل جميعها مقلق للغاية بعد تهديد إيران بضرب إسرائيل عقب قصف الأخيرة القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل قيادات من الحرس الثوري الإيراني. وفي الوقت الذي أكدت فيه صحيفة واشنطن بوست أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعرب عن اعتراضه لنظيره الإسرائيلي من عدم إبلاغه بالغارة الإسرائيلية في سوريا لتداعياتها على قوات بلاده بالمنطقة، إلا أن أوستن أكد أن إسرائيل يمكنها الاعتماد كليا على الولايات المتحدة في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها بحسب القناة 12 الإسرائيلية. وسبق أن أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بأن التزام الولايات المتحدة حيال أمن إسرائيل في مواجهة تلك التهديدات الإيرانية لا يتزعزع. ويزداد الأمر تعقيدا مع تصديق القوات الإسرائيلية والموساد على خطط لاستهداف قلب إيران إذا تم قصف إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن هجوم إيران المحتمل على إسرائيل سيكون على الأرجح نهاية هذا الأسبوع باستخدام الصواريخ والمسيرات، مع تقدير الإدارة الأمريكية بأن إيران تريد ضربة لإسرائيل مع تجنب حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد. هذه الأحداث المشتعلة في الشرق الأوسط دفعت روسيا وألمانيا وبريطانيا للمطالبة بضبط النفس، وعلقت عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى طهران، وحذرت موسكو مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط.
أهلا بكم من جديد. قال الجيش الأمريكي إنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من منطقة تسيطر عليها قوة الحوثي في اليمن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة في السودان في الأشهر المقبلة مع استمرار القيود على توزيع المساعدات. أدانت وزارة الخارجية السودانية استضافة فرنسا مؤتمرا إنسانيا حول السودان في 15 من إبريل الجاري. وفي بيان لها أعربت الخارجية السودانية عن بالغ دهشتها واستنكارها لانعقاد المؤتمر حول شأن من الشؤون السودانية الداخلية دون تشاور أو تنسيق مع الحكومة السودانية وبدون مشاركتها. ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة في السودان قد تتفاقم في الأشهر المقبلة مع استمرار القيود على توزيع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية. قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن الأزمة السودانية ستؤثر على المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن 15 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، لا سيما مع انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك بسبب تعطل خدمات الصحة العامة ومنها التطعيمات. توقع تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استنادا إلى دراسة بالتعاون مع المعهد الدولي للسياسات الزراعية توقع أن السودان قد يواجه مجاعة هذا العام. وأضاف برنامج الأمم المتحدة أن تفشي انعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان يستلزم تدخلات عاجلة واسعة النطاق لتعزيز المساعدات الغذائية وتنشيط النظم الزراعية واستعادة سلالات وسلاسل التوريد، وذلك للتخفيف من الأزمة الغذائية ومنع المزيد من التصعيد. كما أشار التقرير إلى أن منع المجاعة الوشيكة يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار وصولا للمساعدات الإنسانية دون عوائق وزيادة الدعم للتدخلات في مجالات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي. انطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية، وصلت الوزارة مشاركتها المواطنين في الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال توزيع الورود والهدايا عليهم بالشوارع والميادين المختلفة على مستوى الجمهورية. كل سنة وشعب مصر بخير، كل سنة والشرطة المصرية بخير، كل سنة وانت طيب يا ريس، وعيد فطر مبارك علينا جميعا يا رب. بكل فخر انا ليا ضهر عايش تملي بحسها، لفيت بلاد بجواز سفر علي شعرها واسمها، انا من البلد اللي عايشة برحمة الرحمن، في بلدنا مسجد وكنيسة ومجمع ديان، انا من مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين، ميرسي جدا على كل حاجة بتعملوها. تسلم ايدين شعبي بيدينا يا رب عوض صبرها والخير يفيد على ارضها. كل سنه ومصر بخير، كل سنه والرئيس بخير. صح يا مصر، معروفه بامنك وامانك يا كبيره وفي القلب مكانك، وبعون الله مع شرطتنا هنضحي بارواحنا عشانك، انا من مصر. ربنا يعود عليكم الايام بالخير والامن والامان يا رب. الشكر والتحيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، سائلين المولى عز وجل ان البلد دايما تكون في تقدم وازدهار. انا من مصر، تسلم ايدين شعبي بيدينا ملا اساس. كل
سنة طيبين وعيد فطر مبارك عليكم جميعا يا رب، وعلى الشرطة المصرية، ودايما في أمن وأمان كده بإذن الله، والرئيس بتاعنا دايما بخير يعني الحمد لله، وعيد سعيد يا رب علينا كلنا جميعا إن شاء الله. هنقول للعالم دي بلدنا والخير هيعم على أولادنا، من بحر لغاية أسوان على حب الغالية توحدنا، الدنيا بحالها بتتمنى لو نظرة يا حتة من الجنة، يا أصيلة وأصل اللي بناكي حلواني يا مصري ماهوش بالنا، معروفة بأمنك وأمانك يا كبيرة وفي القلب مكانك، وبعون الله مع شرطتنا هنضحي بأرواحنا عشانك. كل سنة وكل مصر بخير وطيبين، وإخواتنا المسلمين والمسيحيين كلنا احنا بنحتفل بالعيد رمضان يعني، فكل سنة وكل مصر طيبة. بنهني كل شعب مصر والقيادة السياسية والشرطة المتواجدة في كل مكان وفي كل وقت. أنا فرحانة أنهم متواجدين معنا في كل لحظة، مش بيسيبونا أبداً، في كل مكان بنلاقي الشرطة المصرية. بكل فخر أنا ليا ضهر عايش تملي بحسها، لفت بلاد بجوا السفر علي شعرها واسمها، أنا من البلد اللي عايشة برحمة الرحمن، في بلدنا مسجد وكنيسة. كل عيد فطر وكل الشرطة المصرية بخير وفي أحسن حال، وعيد سعيد عليهم كلهم. يا رب عوض صبرنا والخير يفيد على أرضنا، واللي بيحفظ أمنها طول أغلى ناس. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والرئيس بتاعنا طيب، ويعود عليه الأيام بخير يا رب، ومصر ومصر الحبيبة تكون بخير إن شاء الله. لفتة جميلة جدا، كل سنة والشرطة المصرية كلها بخير، وكل سنة وحضرتك طيب يا رئيس. بكل فخر أنا ليا ضهر عايش تملي بحسها، لفت بلاد بجوا السفر علي شعرها واسمها، لولا الشرطة ما كانش في أمان، لو ما فيش شرطة ما فيش أمان. أنا من مصر، أنا من البلد. كل سنة والرئيس طيب وربنا يحميه، وإن شاء الله أكبر وأكبر وأكبر أشوفه أحسن. أنا من البلد اللي معظم ناسها تشبه بعض، بنحس بالأمان طبعا وأنتوا واقفين على الطريق كده وبتأمنونا، والبلد كلها أمان. كل سنة طيب يا رئيس. معروفة بأمنك وأمانك يا كبيرة وفي القلب مكانك، وبعون الله مع شرطتنا هنضحي بأرواحنا عشانك. أنا من مصر. استمرارا للدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على الاحتفال مع المواطنين بعيد الفطر المبارك، قامت الوزارة بتوزيع كعك العيد على نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام واصطحاب الأطفال الأيتام للمحال التجارية وشراء ملابس العيد لهم. في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بالمناسبات والأعياد من منطلق تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي في تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع، مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، احتفلت الوزارة بعيد الفطر المبارك مع نزلاء دور رعاية الأيتام من خلال توجيه مأموريات إلى هذه الدور على مستوى الجمهورية وتوزيع هدايا عليهم. بنشكر وزارة الداخلية على المجهود والدعم الدائم للدار والأطفالنا، خليتهم علينا في كل موسم وفي كل زيارة بتدعم ولادنا فيها وبتدخل عليهم البهجة والسرور. السنة دي الولاد اتبسطوا جدا باللبس اللي جالهم، وبشكرهم على حسن تعاونهم معنا وعلى وجودهم معنا في كل المناسبات والأعياد. أنا مبسوط لوزارة الداخلية جات احتفل معنا وتدينا لبس العيد وكحك العيد، وانا فرحان قوي انهم بييجوا يعملوا لنا حفلات كتير، واتبسطنا النهارده وكل سنه وانتم طيبين. اضفت هذه المبادره الانسانيه من الوزاره فرحه كبيره على الاطفال الايتام نزلاء هذه الدور الذين ثمنوا غاليا دور الوزاره في تقديم الدعم والرعايه لهم وعلى مدار العام. عندي امل فيكم وبيكم نبني عزيمه وعمل. بنشكر وزارة الداخلية على دعمها المتواصل لنا
في جميع المناسبات، ودايما وزارة الداخلية في جميع المناسبات الدينية والأعياد والمواسم دايما في ظهرنا وبتدعمنا باستمرار. نفسي ان هم يجونا كل يوم، وفرحان ان هم بيجيبوا لنا هدوم العيد. بشكر الضباط جدا جدا ان هم جم معانا النهارده، واحنا فرحانين بيهم ونفسنا ان هم يجوا تاني. وفي لفتة انسانيه من وزارة الداخلية تجاه الاطفال الايتام، تم اصطحاب عدد من هؤلاء الأطفال على مستوى الجمهورية إلى المحال التجارية وشراء ملابس العيد لهم، وهو ما زاد من فرحتهم وإحساسهم ببهجة العيد في ظل الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم. وزارة الداخلية واصلت احتفالاتها مع المواطنين بعيد الفطر المبارك عبر توجيه مأموريات إلى دور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية، حيث تم توزيع بوات تحتوي كحك العيد على نزلاء هذه الدور الذين تحرص وزارة الداخلية على رعايتهم طوال العام. عندي أمل فيكم وبيكم. كل سنة وانتم طيبين، ويخليكم لينا ويبارك فيكم ويتنكوا ظهر وسند لينا على طول يا رب. كل سنة والشرطة كلها طيبة إن شاء الله. هكذا تتنوع احتفالات وزارة الداخلية مع المواطنين بالعيد انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للوزارة وحرصها على مشاركة المواطنين الاحتفال بالمناسبات والأعياد المختلفة. تشهد الحدائق والمتنزهات إقبالا كثيفا من المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر. يحرص العديد من المواطنين على زيارة الحديقة اليابانية في حلوان، والتي تم استيحاء تصميمها من ثقافة الساموراي. جاءت عطلة عيد الفطر المبارك فرصة للتمتع بدفء الشمس واعتدال الطقس في المنتزهات العامة، ويحرص العديد من المواطنين على زيارة الحديقة اليابانية في حلوان، والتي استوحى تصميمها من ثقافة الساموراي. وتعد الحديقة من الوجهات التي يحرص العديد من المصريين على زيارتها لتفرد تصميمها ومظلاتها المميزة وتماثيلها الضخمة، كما أن بها ألعاباً مائية للأطفال، وتعتبر مكاناً رائعاً لالتقاط أفضل الصور التذكارية. المكان مية مية، والولاد بيفرح، واللي فيها كل حاجة هنا، وفيها ملاهي وفيها كل حاجة. العيال بيحبوا يجوا هنا على طول. واحسن حاجه اللي احنا بنلعب كوره وبنصطاد، والمنظر جميل والهواء حلو. المكان جميل جدا وموجود متنوع جدا، الملاهي وعادات متنوعه وميه، الاطفال بيحبوا الميه، ومكان واسع وجميل جدا والاسعار مناسبه. والله الحديقه اليابانيه من احسن الحدائق هنا في حلوان، يعني بنجمع الاسره مع بعضها وبنقعد هنا بنقضي يوم ممتع جميل. احنا بنيجي كل سنه، يعني الجنينه كده هي جميله بصراحه وحلوة وأمان وشكلها حلو. يعني الجنينة حلوة وهادية وأسعارها حلوة، والحتة دي بنيجي كل سنة نقعد فيها، وحتة جميلة ونفسها حلوة وهادية وطيبة. وليس ببعيد عن حلوان يقصد المواطنون حديقة المعادي بترى، التي تتميز بالهدوء ووجود أشجار نادرة وأزهار مميزة ونباتات متنوعة على نهر النيل. مكان جميل جدا، يعني الحمد لله مكان نقضي فيه العيد، مكان كويس. حارسة والله أجيبها وأجيب الأحفاد، بيفرحوا قوي، يعني يتبسوا قوي في الجنينة اليابانية، وهي من زمن الزمن جميلة جميلة وأسعارها مناسبة. بصراحة الجنينة اليابانية جميلة جدا، وإحنا كل سنة متعودين إن إحنا نيجي فيها، وهي أسرية قوي زيادة عن اللزوم، وبصراحة بنطمن على بعضنا فيها عشان يعني أسرية يعني حلوة. وأنا برضك من سوريا، عشان من أهل المنطقة، برضك من أهل المدينة هنا، فبتردد عليها كل فين وفين وكده، فهي في العيد بتبقى أحسن وأحسن. حديقة مية مية، إحنا كل سنة متعودين إن إحنا بنجيب الأولاد وبنيجي، هي كويسة يعني، لأن إحنا بتبقى أسر، فبنجيب الاسره كلها وبنيجي على طول كل سنه. المكان حلو وجميل وفي راحه نفسيه وكده، كل حاجه جميله، حتى الطبيعه حلوه برضو فيه والله. تعد حدائق محافظه القاهره مقصدا رئيسيا لسكان القاهره الكبرى لكثرتها وتنوعها، ويوجد باغلبها العاب ترفيهيه، حيث يوجد بالعاصمه ما يقرب من 300 حديقه عامه و50 حديقه متخصصه ومتميزه، تشهد جميعها ازدحاما كبيرا خلال ايام العيد.
تشهد الحدائق بالقاهرة إقبالا كثيفا من المواطنين احتفالا بأجازة العيد، وتزينت حديقة ابن سندر لاستقبال الزائرين طوال أيام عيد الفطر المبارك. وتأتي زيارة الحدائق وجهة رئيسية للزائرين للتمتع بالمساحات الخضراء. وفي حي الزيتون تزينت حديقة ابن سندر لاستقبال الزائرين طوال أيام عيد الفطر المبارك. هذه الحديقة الأثرية التي أمر بإنشائها الملك فاروق الأول. الحديقة مساحتها حوالي 5 فدان، وكانت 5.5 فدان، بس الكوبري جم طبعا عشان المصلحة العامة والكوبري وكده، ووسعوا الميدان بتاع ابن سندر منها، وقعدنا تجديدها تاني وبدأنا تشغيلها تقريبا من حوالي شهر 11 أو 12 اللي فات. بفضل الله في شهر رمضان قمنا بواجبنا كزراعيين، والمهندسة كانت معانا يعني بصراحة واقفة معانا ايدينا بإيديها، وزمايلي مشكورين وعلى اسم واحد بحيث ان الجمهور يخش ودول اخواتنا واهالينا، وبفضل الله يعني عملنا اللي ربنا قدرنا عليه واحنا صايمين، يعني عشان يبقى مظهر مشرف حضاري احنا كمصريين وبنحب بلدنا وبنخاف عليها. حديقة ابن سندر مقامة على مساحة 5 أفدنة، تم إعادة افتتاحها نوفمبر الماضي بعد انتهاء أعمال التطوير التي أعادت لها رونقها من جديد، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الهواء وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء. والله ما جتها من زمان وإن أنا في 3 ابتدائي، بس حلوة ما شاء الله، جميلة وفيها زرع كده، فيها خضرة، وقلنا نتفسح كلنا كده مع بعض. بصراحة انبسطنا جدا فيها، مساحة خضراء بتاع جو عائلة وبتاع 3 يوم عيد وكده، فانبسطنا جدا بالقرار يعني بشكل عام. عجبتنا جدا، مساحتها حلوة جدا، خضرة فيها عالية ويعني نظيفة جدا. بعد التطور أحسن كتير بصراحة، هي كانت الأول مش بالشكل دوت، بس بعد ما اتطورت الفترة اللي فاتت بقت أحسن كتير جدا، فده ساعدنا طبعا إن احنا نغير جو فيها غير الأول خالص، يعني ما كانتش بالشكل ده. قررت أجينا والعيلة علشان نيجي نتبسط بالمساحات الخضراء ونتفسح تالت يوم العيد، وعشان نبسط العيال. عجبني المكان هنا قوي بصراحة، عشان ما شاء الله في ألعاب وكل حاجة موجودة، فأنا مبسوطة قوي. هي الحديقة كويسة جدا وحلوة، احنا يعتبر أول مرة نجيها بعد التطور فيها، جينا عشان نفسح الأولاد ويعني كويسة الحمد لله. العاملون على الحدائق والمتنزهات كخلية نحل لا تكل، وذلك لتوفير سبل الراحة والاستمتاع لروادها، لتظل ذكرى الأعياد محاطة بكل ما هو مبهج وسعيد. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. شهدت حديقة مدينة دمياط الجديدة إقبالا كبيرا من المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك. فتحت الحديقة أبوابها للمواطنين منذ 9 صباحا وحتى 10 مساء، وأجمع المواطنون على أن الحديقة الجديدة هي أجمل أماكن الخروج في دمياط حاليا لما تتمتع به من مزايا وأجواء مبهجة للأطفال والكبار. بجيب الاولاد هنا وبنلعب على طول، يعني العيال بتيجي هنا تتفسح وبتلعبوا ونزهه حلوه وبنقضي اليوم هنا حلو. انا باجي هنا انا واخواتي بنلعب كوره، والحديقه امان ونظيفه. بجيبهم هنا كل سنه، هي بصراحه امان وما فيش منها اي خطر على الاطفال، ما فيش طفل بيطلع بره الا اذا كان طالع مع والدته او مع حد قريب. انا باجي هنا على طول انا واصحابي بنلعب، وفيها العاب كتير حلوه وهنتبسط هنا على طول. دمياط الجديده جميله، ورحت اماكن كتير ما لقيتش احلى من هنا، بجيب ولادي واصحابي ونيجي نقعد فيه نعيد فيه. استقبلت حديقة حيوان بني سويف الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط أجواء من السعادة والبهجة. توفر هذه الحديقة كافة المرافق ووسائل الترفيه لمرتاديها، بالإضافة إلى تنسيق مع مديرية الطب البيطري للكشف على الحيوانات. وتضم الحديقة عددا كبيرا من الحيوانات المتميزة لجذب المواطنين لمشاهدتها، كما تم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر على بوابات الحديقة لتسهيل دخول الزائرين دون أي ازدحام.
لأول مرة في العيد السنة دي. الحمد لله في مصادر بهجة كتير في الحديقة، والأطفال مبسوطة جدا بالحيوانات الجديدة. في عندنا الشبل الصغير، الناس كلها مبسوطة وحابة تتصور معاه. عندنا المنطقة دي فيها الطواويس وفيها الفراخ الوادي، دجاج الكوشن، فيها حاجات حلوة كتير، الأطفال مبسوطة منها جدا. توافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق والمتنزهات بالمحافظة، ومنها حديقة صنعاء وحديقة الحيوان ومتحف كفر الشيخ. شهدت حديقة الأسرة والطفولة بدسوق زحاما شديدا من الزوار لقضاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك. أنا جيت النهاردة صنعاء، هي جميلة جدا وأنا مستمتعة فيها. المكان حلو ولطيف جدا، وهنا مكان حلو بنجي على طول، يعني مش أول مرة. كل سنة وانتم طيبين، الأجواء هنا جميلة الحمد لله، وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة. والله احنا موجودين النهاردة في حديقة صنعاء بكفر الشيخ، والحمد لله كلنا تمام، يعني والدنا تمام ومبسوطين، وفرحة كويسة جدا والله ما شاء الله. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة نتابعها مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا ريهام، شكرا أميرة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024، وأعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمات التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع. وخفضت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1,200,000 برميل يوميا، وأضافت أن نمو الطلب في عام 2025 سينخفض إلى 1,100,000 برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقر، وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بعدد تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.33% لتصل إلى 91 دولارا و52 سنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.74% ليصل إلى 87 دولارا و35 سنتا للبرميل، فيما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.38% لتصل إلى دولارين و72 سنتا للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل دولارا 1.75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الولايات المتحدة والفلبين واليابان السعي لتطوير ممر لوزون الاقتصادي باعتباره أحدث ممر اقتصادي لشراكة مجموعة السبع للبنية التحتية العالمية والاستثمار، والأول في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الدول الثلاث ستعمل معا على تسريع وتيرة الاستثمارات المنسقة في مشاريع البنية الأساسية عالية التأثير والاستثمار في البنية التحتية
الداخلية بما في ذلك السكك الحديدية وتحديث الموانئ وسلاسل توريد الطاقة النظيفة وأشباه المواصلات ونشرها والأعمال التجارية الزراعية لزيادة التواصل ودفع النمو الاقتصادي. تراجع اليورو مسجلا أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر الماضي بعد أن ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يخفض سعر الفائدة في وقت قريب قد يكون يونيو المقبل، كما هبط الين الياباني إلى مستوى متدني جديد هو الأقل في 34 عاما مقابل الدولار الذي واصل الارتفاع، مما دفع المستثمرين لتوخي الحذر إزاء مؤشرات من المسؤولين على تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة. دفع رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال والكندي جاستن ترودو عن الاتفاقية التجارية بين أوتوا والاتحاد الأوروبي والتي تعثر التصديق عليها من قبل المشرعين الفرنسيين، وأكد المسؤولان ثقتهما في استمرار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة، وشدد الجانبان على أنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ارتفعت التجارة بين بلديهما بأكثر من الثلث. انتهت جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى ريهام وأميرة، إليكم. شكرا سارة. والآن مشاهدين مع هذه التذكرة بأهم عناوين الأخبار. مصر تواصل جهودها لزيادة تدفق المساعدة الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 33,600 شهيد وأكثر من 76,000 مصاب. في ظل تهديد إيران بضرب إسرائيل، البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب وأنها ستقف بجانب إسرائيل. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري، تحية لكم وكل عام وأنتم بخير.